السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم رح أقدم لكم طريقة الكنافة بالقشطة المنزلية. كنافة سهلة وسريعة التحضير وأطيب من الكنافة الجاهزة بكتير. خلينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. لتحضير القشطة بنحتاج كاستين حليب كامل الدسم، فنجانين طحين، معلقة ماء زهر أو ماء ورد، ظرف فانيليا، معلقة سكر، 3 معالق سميد. لتحضير الكنافة بنحتاج 500 جرام كنافة جاهزة من السوق، 1/2 كاسة سمنة، 1/2 كاسة زيت مازولا، 1/2 كاسة زبدة، فستق حلبي للتزيين، 5 معالق سكر. لتحضير القطر بنحتاج 2 كاسة سكر، 1.25 كاسة مي، ورشة ملح ليمون صغيرة أو عصرة ليمون. أول شي رح نبلش بتحضير القطر. رح حط طنجرة على النار ونحط فيها السكر والمي وملح الليمون ونتركها تغلي. لما تغلي حوالي 10 دقايق ربع ساعة على النار رح ضيف عود قرفة ورح ضيف معلقة سمن عربي. طبعا معلقة السمن العربي اختيارية، بس أنا بفضل حطها بالحلويات العربية لأن تعطيها نكهة طيبة. لتحضير القشطة بنحط طنجرة على النار ونحط فيها 2 كوب الحليب والسميد والطحين. والسكر. نحرك منيح لحتى يسمك المزيج. اول ما يسمك مع المزيج رح ضيف الفانيليا وحرك منيح، وهيك بتكون عندي القشطة جاهزة. أنا هون فضيت الكنافة بصحن وراح أقطعها لحتى تصير معي ناعمة كتير. لازم تصير بهالشكل هذا. رح ضيف السكر، رح ضيف مزيج الزيت والسمنة والزبدة، أنا سبق ودوبتهم، وراح أخلطهم مع الكنافة منيح. هلا رح نجيب صينية مدهونة سمنة أو زبدة وبنحط 1/2 كمية الكنافة اللي خلطناها مع الزيت والزبدة والسمنة، وبنمدها بالصينية ونوزعها بشكل متساوي. بعد ما وزعنا الكنافة بشكل متساوي رح نجيب صينية أصغر من الصينية اللي احنا مستخدمينها ورح نكبس الكنافة منيح بهالشكل هذا. وهلأ رح نضيف القشطة ونوزعها على الصينية كمان بشكل متساوي. أنا خلصت توزيع القشطة وهلأ بدي أضيف بقية الكنافة الموجودة عندي. أنا وزعت بقية الكنافة وكمان هلأ بدي أضغط عليها بالصينية الثانية عشان تتماسك مع بعضها. بعدها بحطها بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة أو لحتى يحمر وشها. هيك صارت عندي الكنافة جاهزة. وهلأ بدي أحط لها القطر البارد. Thank you.
فينا نقطعها بالشكل اللي بدنا اياه، بنحب نقطعها مربعات، بنحب نقطعها مثلثات، كل واحد حسب ما يرغب. صدقوني اذا عملتوا الكنافة بهالطريقة رح تبطلوا تاكلوها بالمحلات ورح تعملوها على طول في البيت. انا خلصت تقطيع وزينتها بالفستق الحلبي وهيك صارت جاهزة للتقديم، والف صحة وهنا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل جديد، وانتظروني بوصفات جديدة. بشوفكن على خير وباي باي.